السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إثبات السحب الرابع للموقع ده من أفضل المواقع الدولار على الدولار. موقع فيه وسائل دفع كويسة جدا وكتيرة، بيدفع فودافون كاش وبيبال وباير وبيتكوين واتصالات ماني وأورانج. طريقة التسجيل في الموقع بتيجي من هنا وبتملى البيانات دي، الاسم والايميل وعادة الايميل والباسورد وعادة الباسورد، وبتحدد من هنا الجنسية ذكر أو أنثى، ومن هنا الدولة اللي انت فيها، بتحل الكواتشة وتعلم على الشروط وتعمل تسجيل. وبتيجي من هنا بتعمل دخول للموقع، بتكتب الاسم والباسورد وبتعمل تسجيل دخول. واجهة الموقع بالشكل ده، ومن هنا الحاجات اللي بتشتغل عليها اللي هي بتربح منها. بتيجي من هنا اول حاجة الفيديوهات، بيعطيك مجموعة فيديوهات على الفيديو 15، وكل 60 نقطة بتجمع 1 دولار. انا كنت لسه ساحب منه قريب ومنزل لكم اثبات سحب، وده اثبات السحب الرابع ليا. اه مجموعة الفيديوهات ديت اول حاجة بتشتغل عليها، بتفتح الفيديو يجيب لك عداد، ممكن تشوف الفيديوهات التانية هتلاقي فيها الشرح، ترجع الفيديو التاني تلاقي الشرح. وتاني حاجة دي الاعلانات اهي، وتالت حاجة بقى اختصار الروابط اللي انتوا شغلكم كله بقى عليها وبتربحوا منها كويس جدا، ساعات بتوصل 50 و للواحد اختصار الرابط الواحد 50 و40، وبيدوك مجموعة كويسة جدا من اختصار الروابط بتوصلك بسرعة انك انت تقدر تسحب من الموقع. هنيجي من هنا هنخش على ويز دروم على السحب، اوريكو اثباتات السحب اللي انا عملتها من الموقع. معلش النت بطيء شوية وبيحمل اهو فتح. بص وسائل الدفع في الموقع، لما بتيجي بتسحب بتحط هنا ال 60 نقطة اللي انت جمعتهم، وهنا بتحدد البنك. بص وسائل الدفع فيها قد ايه، يعني وسائل الدفع كتير جدا، في بيبال وفودافون كاش ورصيد اتصالات فلوس، رصيد فودافون، رصيد اورانج ماني، بيتكوين، باير. كل وسائل الدفع دي موجودة في الموقع. هنخش من هنا كده، ادي 4 سحوبات ليا على فودافون كاش من الموقع. معلش ضغطت غلط اهي، اي 4 سحوبات ليا على فودافون كاش. لو خدتوا بالكم هنا ده رقم العملية، مفيش التاريخ، دي مواعيد الدفع. مش كاتب التاريخ، ودي في الانتظار. هو الموقع عامة ساعات بتبع تطلب السحب يوصلك في ساعتها، وهم بيتأخر ما بيقعدش ساعة، يعني موقع ممتاز جدا في الدفع بتاعه. وبكده يكون انتهينا من الشرح، وأي استفسار سيبولي تعليق أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله.